اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتطرق إلى شرح chapter 20 اللي تكلمنا عن غدة الإدرينال جلاند. راح نتطرق لها إن شاء الله بالتفصيل ونوضح عدة نقاط. وطبعاً الغدة جدا ممتعة وchapter ممتع ومهم بنفس الوقت وبسيطة ما بيش إن شاء الله. فإذا نجي الإدرينال جلاند هي وين موجودة بالتحديد؟ لوكيشن مالتها هي تصير فوق الكدني، تمام؟ هاي الكدني طبعا بالجسم اقحى اذا تلاحظون، وانه قرب لك ومسوي لك زوم هنا فموضح لك. شوف الكدني، هاي الكدني، حلو هاي الكدني. ففوق الكدني عندنا غدة الادرينال، حلو، اثنين غدة الادرينال، ادرينال جلاند، واضح واضح، اثنين غدة ادرينال جلاند هاي على اليمين وعلى اليسار. الغدة دي فكلش واضح الصورة، واضح الموقع مالتها بالضبط. إذا نجي للإدرينال جلاند، إذا نجي لها، فخلنا نجي لها. هاي الإدرينال جلاند كمان وضحت هنا. فالإدرينال جلاند هاي الصورة أوضح، بعد راح تشوفون كلش. هاي الإدرينال جلاند طبعا ما خدمه. فهاي من متكونة؟ لقوها متكونة من نقدر نقول فصين لوبين أو هيتشي. فمتكونة من كورتكس، إدرينال كورتكس اللي هي القشرة، والمدلة، حلو، ادرينال المدلة هاي المست، حلو. فعندك كورتكس القشرة فيزعوله والمدلة. طبعا الكورتكس هاي الادرينال كورتكس القشرة مال الغدة الكظرية راح تفرز لنا هرمونات مختلفات عن هرمونات المدلة، حلو. فالمدلة راح تفرز لنا هرمونات يختلفن عن الكورتكس، والكورتكس كذلك راح تفرز لك هرمونات تختلف عن المدلة. هاي واضح. فعندنا هسه انتبهوا، حلو، عندكم ادرينال جلاند، ادرينال جلاند، ادرينال جلاند هاي صار فوق الكدني، تمام. قلنا احنا اثنين عندنا ادرينال جلاند، هاي على اليمين وعلى اليسار ادرينال جلاند، اثنين ادرينال جلاند. هاي الادرينال جلاند فحصوها الوحده لقوا بيها كورتكس ومدلة. فالكورتكس هاياها والمدلة هاياها صار الجو، لقوا انه الكورتكس تفرز لنا هرمونات تختلف عن هرمونات المدلة. واضح واضح. فبذلك اصلا يقدرون يعتبرون شو يعتبرون؟ انه هاي الادرينال جلاند، يعني يقدرون يقولون انها الادرينال جلاند متكونه من اربع غدد. الادرينال جلاند متكونه من اربع غدد. اقول لك انا اوضح لك شنو. احنا عندنا كم ادرينال جلاند بالجسم؟ عندنا اثنين ادرينال جلاند، واضح واضح، حلو. وكل ادرينال جلاند متكونه من كورتكس ومدلة، حلو. وإدرينال جلاند الثانية متكونة من كورتكس ومن مدلة، فنقدر نقول إنها متكونة من أربعة، حلو. الإدرينال جلاند متكونة من أربع غدد، لأن المدلة تفرز لك هرمونات والكورتكس تفرز لك هرمونات. وأنت تعرف إنه عندك باليمين عندك إدرينال جلاند وباليسار عندك إدرينال جلاند، وهاي بيها كورتكس وبيها مدلة، وهاي همات بيها كورتكس وبيها مدلة. فنقدر نقول هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، فنقدر نقول أربعة غدد هكذا. بس احنا علشان هاي الدوخة فنقدر مباشرة نقول ادرينال جلاند بيها ادرينال مدلة وكورتكس، واضح واضح. فبس لتوضح لكم هاي المعلومة، لانه على مود تنتبهوا، لانه الادرينال مدلة تختلف عن ادرينال كورتكس، حلو حلو. فخلنا نبلش. طبعا اليوم بهاي المحاضرة راح نستعين بملزمة الرابطة العلمية للأخ علي سلام اللي هو ابن محافظتنا وابن ولايتنا، ابن ولايتنا الناصرية. فمزمت شوية مرتبة، هاي طبعا أضفت عليها بعض الشغلات مو كليا، فأضفت عليها صور أو شيء وفقرات حلوة راح تستفادون منها إن شاء الله. فنبلش. هو مرتبها الملزمة، فباديلك يحكي لك أول بداية عدل المدلة، حلو، تمام تمام. فالإدرينال المدلة هاي ياها الإدرينال المدلة، حلو، هاي الإدرينال المدلة راح يحكي لك عليها بالتفصيل، راح نحكي عليها هنا ونتكلم عليها بالتفصيل وشنو هرموناتها راح تفرزها إنها الإدرينال المدلة، تمام تمام. فخلنا نبلش نقول يا فهاي الإدرينال المدلة تشكل 28% من الماس أوف إدرينال جلاند، تشكل 28% من غدة الإدرينال جلاند، حلو حلو، هاي واضحة. تو سيل تايب كان بي distinctual morphological morphologically. اقول لك على اساس هاي عندنا اثنين خلايا، تو نوعين من الخلايا،
على اساس المورفولوجيكال، يعني طبعا هذين الخلايا راح على اساس المورفولوجيكال ان الابفرين والنورابفرين. حلو، الابفرين سيكريتد ينفرز حوالي 90% على اساس المورفولوجيكال، طب 90% راح ينفرز، والنورابفرين راح ينفرز بنسبه 10%. تمام تمام، فهسه عندنا الابفرين والنورابفرين، قلنا عندنا تو سيل تايب، نوعين من الخلايا راح نميزهم على اساس المورفولوجيكال، يا هنا الابفرين والنورابفرين. فالابفرين راح تفرز لنا 90% والنورابفرين راح تفرز لنا 10%. واضح 10%. اجينا لاذن المدله، هل اذن المدله شنو السكريتد كاتيكولمين؟ يقول لك الاذن المدله، هي الاذن المدله ايش راح تفرز لك؟ راح تفرز لك كاتيكولمين. واضح؟ واضح. فالإذن المدله ايش راح تفرز لك؟ تقول لك كاتيكولمين، تقول لي اياها ان الكاتيكولمين ثلاثه، ابيفرين، نورابيفرين، ودوبامين. حلو؟ حلو واضح. بس الإذن المدله ايش تفرز لك هرمونات؟ تقول لي كاتيكولمين. الكاتيكولمين يعني ابيفرين، نورابيفرين، دوبامين. طبعا ابيفرين له اسم ثاني ولو هو ما مطلوب من عنده، بس ابيفرين اسمه الثاني ادرينالين. حلو؟ هذا دائما بفلام الاكشن يقولون ادرينالين ادرينالين، فهو نفس الابفرين، ابفرين يسحب له ادرينالين. واضح واضح. اللي هذا النور ابفرين يسحب له نور ادرينالين. حلو، همات يعني هاي تسميته الثاني، فهذا يسحب له ادرينالين وهذا يسحب له نور ادرينالين. واضح واضح، له تسميه ثانيه خاف تحبون. حلو حلو. ودوبامين. حلو حلو، فسر كاتيكولامين يعني ابفرين، نور ابفرين، دوبامين. واضح واضح. فسر اذا المدله تفرز لنا ثلاث افرازات تفرز لنا شنو؟ كاتيكولامين. كاتيكولامين يعني ابفرين، نور ابفرين، دوبامين. حلو حلو. نور ابفرين من يشكل؟ تقول نور ابفرين من فورم من شكله؟ يقول لك يا هبل نور ابفرين شكله كالاتي، نجيب تايروزين. حلو، نجيب تايروزين. حلو حلو، تقول حسين رحمه الله والديك، جبنا تايروزين. منجيب تايروزين، تايروزين اللي هو عبارة عن أمينو، هاي مركب كيميائي، تجيب المهم، تجيب هذا التايروزين. حلو جبته، شو تسوي له؟ تسوي له عملية هايدروكسيليشن. واضح؟ هايدروكسيليشن اللي يضيف له OH، هايدروكسيليشن. ديكاربوكسيليشن، ديكاربوكس، شنو ديكارب؟ انزيل، انزيل من عند الـ CO2. حلو؟ ديكاربوكسيليشن يعني إزالة كربون، ديكاربوكسيليشن. فانت راح توخر هيدروكسيليشن، راح توخر او اتش. حلو، راح توخر الاو اتش، سوري تضيف الاو اتش، تضيف او اتش وتوخر السي او 2. حلو، ديكاربوكسيليشن يا هو مال التايروزين، وبالتالي كون لك كولانك نور ابفرين. هاي حلو حلو لنا، حلو هذا النور ابفرين كوننا. اما الابفرين، الابفرين شلون كونه فورمت؟ يقول لك الشكل بواسطه ميثاليشن اوف نور ابفرين. حلو، يعني شنو تكون الابفرين؟ يقول لك تجيب نورابفرين، جبت نورابفرين، هذا النورابفرين هذا اللي كوناه بتونه، نورابفرين مكونته، هذا تجيب النورابفرين تسوي له ميثايليشن. ميثايليشن اللي شنو ميثايليشن؟ تضيف له ميثايليشن، ميثايليشن تضيف له CH3. واضح واضح. مجرد هذا الابفرين النورابفرين تجيب له تضيف له CH3 تكون عندنا الابفرين. حلو حلو. فهسه عمليه تكوين النورابفرين شلون تكون النورابفرين؟ اسوي له هيدروكسيليشن، اجيب سوري النورابفرين، تجيب تايروزين، اسوي له هيدروكسيليشن اد كاربوكسيليشن. واضح واضح. اما الابفرين تجيب لنا النورابفرين وتضيف له CH3 تكون عندنا الابفرين. يقول لك بالبلازما، بالبلازما مجرد بالبلازما 95%